عايز حاجة تانية؟ عاوز سلامتك يا حبيبتي. خير يا احمد يا ابني؟ في ايه؟ ها؟ ها؟ طب اهدى اهدى اهدى، هات كرسي هنا يا ابني. حاضر يا متفكر. خد اشرب لك بقه ميه. خد. هي ام صباح جايه لك يا عم مش عيشه؟ ام صباح بتاعت مانيا الشيحه؟ لا بتاعت البيض. قلت لها لما تخلص عندك وتاخدوا اللي يلزمكم تجيلي. انت عايزها في ايه؟ انا كنت عاوز اشتغل معاها يا عم ابو شعيشه. من غير ما اسالك هتشتغل معاها ازاي وفي ايه؟ انا ضمك يا عم. تعيش يا عم ابو شعيشه، ربنا يخليك. انت فطرت يا احمد؟ الحمد لله. صباح الخير يا حاج ابو شعيشه. يا صباح الفل يا ام صباح، اي جات لك يا عم. شوف بقى عايز منها ايه على ما افطر. قلت لي اسمك ايه؟ احمد توفيق. اتفضل يا استاذ احمد توفيق. بعد المدرسه يا احمد. هو ده برضه اللي احنا اتفقنا عليه يا عم رجب؟ امال احنا اتفقنا على ايه؟ البيضه بقرشين ساخ، يعني حسابنا 150 قرش. وعندك ثلاثه مشروخين؟ لا في دي عندك حق. وطالما اعترفت بالحق انا هجيب لك بقيه حق. انا كده الحصه الاولى بدات، انا ماشي. يا عم اصبر، ناخد فلوس. اتفضل. تعيش يا عم رجب، ربنا يخليك. يلا بينا. انت قلت لي عاوز كام بيضه؟ يعني 200 300 اللي تقدر عليهم. ان شاء الله هجيب لك اكتر. يلا بنجيب منين بقى 300 دول يا اخويا؟ انا عندي ام صباح. ام صباح ما بتجيش الا يوم الجمعه، وهي دي مشكله يعني؟ انزل لها انا. ازاي بس؟ دول بيصحوا من النجمه، ده انا قبل ما اروح المذبح بيكونوا هم نزلوا وراحوا المدرسه. دول داخلين على اكتر من شهرين بيجوا المدرسه في الحصه الثانيه والثالثه، ولولا هم اولاد الحاج توفيق والله لا كنت كتبتهم غياب. الله يبارك لك يا استاذ عبد العليم. كل بيروحوا فين العيال دي من النجمه؟ طيب يا ولاد توفيق. انا خلاص صحيت بدري وقطعت نفس دي. ياد ما هو ده كمان الجري المانع على كتير الجيزه عشان نربط معاهم عشان بضاعه المصباح. يعني احنا هنلحق نجيب البيض ونلف على الدكاكين نوزعه كمان نروح المدرسه؟ كل ده هيبان لو المصباح صدقت في كلامها. والله العظيم انت شكلك مديني في 60 ده. اسكت بس وتعالى استنى المصباح. تعالى. ايه المصباح ايه؟ بنقابل المصباح في محطه الجيزه ناخد منها البيض. محمد يكون مأجر عجله ومستنيني، نحط عليها قفص البيض ونروح نوزعه على عم رجب بقال والحاج شعلان بتاع شارع الصناديلي والعراقي. بناخد منها البيض ونبيعه زيادة تعريف. يا ولاد الكبش، وتروح منكم المدرسه وتضيعوا في الاخر. ما المدرسه عاوزه كتب والكتب عاوزه فلوس، والفلوس ما بنشوفهاش. الله الله الله، يعني ايه؟ بصراحه كده يا حاج احنا ما بناخدش مصروف. ما هو لو تعرف انت واخوك انا مانع عنكم المصروف ليه؟ كنت تحبوا على ايدي وتشكروني. ليه يا حاج؟ عشان تعملوا اللي انتوا عملتوه ده. انتوا مش ولاد توفيق، انتوا ولاد ابليس. والملايه اللي انت بتدور عليها دي يا حاجه ايه اللي هيجيبها عندنا في الاوضه؟ اهو هنشوف يا محمد، مش هنخسر حاجه. ياما مفيش غير هدوم احمد ومحمد، دوري وراها. طيب هي لونها ايه؟ لونها لبني ولا بامبا؟ دوري ورا الهدوم هتلاقيها. وايه اللي فكرك بس بيهم دلوقتي؟ عايز اعمل منها شويه غيارات لابن اخوك فتحي. اهي لقيتها ياما. شفتي امك ما تنساش حاجه ابدا. ايه ده ايه اللي بيرن ده؟ دي حاجات احمد. حاجات احمد؟ حاجات احمد دي تطلع ايه؟ ايه ده يا صلاه النبي يا صلاه النبي، وايه الازايز دي كلها؟ دي ازايز ريح. اما مالكش حق يا احمد، افرض دلوقتي الحاجات دي كانت اتكسرت مش كانت بقعت الهدوم. ما هي دي ما بتتكسرش. ليه ان شاء الله؟ على راسها ريشه؟ لا، عشان احمد مش عاملها من الازاز، عاملها من الباغ. وريني يا بنت الخشب ده ايه كمان؟ دي برضو بضاعه احمد. بضاعه؟ ليه؟ هو بيتاجر فيها؟ انا بقى هقول لك على السر يا عم ابو شعيشه والفرق بين ازازتك وازازتي. خد شوف. ريني كده، خد بالك من الحجم والريحه، ده غير اني خففتها طبعا. انت اللي مخففها؟ الله، حلوه قوي يا احمد. عارف الفرق بين ازازتك وازازتي ايه؟ ايه؟ ان الريحه بتاعت ازازتك حلوه قوي ومش جازعه، بس انت اللي مخففها. لا، ده عم فوزي اللي في ازخات عبد الجابر، الله يرزق برضه. شاطر، عفارم عليك يا احمد. لسه في فرق كمان. في ايه تاني؟ دي بقى مش ازاز. مش ازاز؟ انت دي ما تفرقش حاجة عن الإزاز. بلاستيك دي يا أحمد؟ هي حاجة ما بين البلاستيك والإزاز، باغة. ودي بتقف عليك بكام؟ بعشرين قرش. وبتبيعها بكام؟ بخمسين. بقالك كتير شغال على كده؟ هلا بقالي سنتين، والفضل كله يرجع لك طبعا يا عم أبو شعيشة. الفضل لله من قبل ومن بعد. خد. طيب
استاذن انا بقى يا عم ابو شعيشه. ايه على فين؟ اسيبك عشان تصلي العصر. هنصلي العصر سوا عشان ربنا يبارك لك فيما رزق. يلا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. استغفر الله العظيم. تقبل الله منا ومن صالح الاعمال. تقبل الله. أمير الجماعة يريدك في أمر مهم، في مفاجأة كبيرة قوي. مفاجأة خير إن شاء الله. إن شاء الله حنزور الأستاذ فتح رفاعي والأستاذ عمر التلمساني. ما خرجوا من السجن؟ لا طبعاً لسه مسجونين. طب أنا هنزورهم في السجن إزاي؟ الرئيس السادات سمح للمرضى من معتقل الإخوان إنهم يتعالجوا برا السجن، فجابوا الأستاذ فتحي والأستاذ عمر يتعالجوا في المعتقل السياسي للقصر العيني، والإخوة بتوع كلية طب القصر العيني يرتبولنا زيارة خاصة، والأخ إبراهيم اختارك عشان تكون موجود معانا. الله يكرمك ويكرم الأخ إبراهيم. من زمان قوي وأنا نفسي أشوف الشيوخ بتوعنا اللي ضحوا بنفسهم وبوقتهم عشان الدعوة. ربنا حقق لي الأمنية. الله يجازيك كل خير يا شيخ. أنا عارف يا أخ أحمد إن الزيارة دي قد إيه مهمة بالنسبة لك. هي مهمة وبس، دي مهمة جدا جدا جدا. أنا مش عارف أشكرك إزاي أنت والأخ إبراهيم. أحمد هستأذنك بس دقيقة واحدة، أخويا محمد هشوفه عايز إيه وأجيلك. أحمد أوعى تجيب سيرة عن الزيارة دي، أنت عارف إن الزيارة دي سرية جدا. اسمه كلام، ده اسمه كلام يا شيخ. خير؟ زفت. ليه؟ إيه اللي حصل؟ في مشكلة كبيرة ولازم تيجي معايا. مشكلة إيه؟ أنا عندي مشوار مهم قوي ساعتين وهحصلك. لو ما جيتش معايا دلوقتي البيع كلها هتبوظ. لا 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 اسكت. تبوظ إيه؟ تبوظ. ثانية واحدة وجايلك. بسرعة. طيب. على طول على طول. يا أخ عمر أنا مش عارف أقول لك إيه، بس للأسف أنا مش هقدر أجي معاك الزيارة دي. خيرا يا أخ أحمد. سيد الوالد ألمت بيه. ألمت بيه أزمة صحية جدا. لا أنت لازم تروح تطمن عليه، وإن شاء الله نطمن عليه منك بكرة بإذن الله. ربنا يبارك فيك. اتفضل يا أخي. الحاج محي كان راسه 1000 سيف ما يحمل حاجة على العربية لما ياخد فلوسه كاملة. أيوة بس أنت ما اديتوش فلوس. وأنا هديله فلوس منين؟ ما الفلوس معاك أصلاً. أيوة صح، وحملت العربية ها؟ أه حملتها، بس بعد ما حلفت له 100 يمين إن إحنا هنسدد له فلوسه كاملة النهاردة. لا معلش بقى، يخبط دماغه في الحيط. يخبط دماغه في الحيط إزاي؟ طب الحلفانات اللي أنا حلفتها. معلش صوم يا محمد. في ايه؟ لا اله الا الله. يعني نعمل ايه يا محمد؟ عندنا معرض نخنق نفسنا. عموما هو ما خدش بحلفاناتي دي، وامن السواق ما ينزل حاجه من على العربيه لما ياخد فلوسه كامله. الله، مين السواق اللي جه معاك؟ خضر. طيب خلاص سيب لنا خضر اتصرف معاه. تتصرف معاه ازاي يعني؟ يا سيدي سيبنا اتصرف معاه. انت مالك يا محمد؟ انا مالي ازاي؟ هناكل فلوس على الراجل يعني؟ من امتى بناكل فلوس على حد؟ لا ما تخلينش ازعق. لا اله الا الله، من امتى بناكل فلوس على حد؟ هنديها له بس بعد المعرض. طب وانت هتعمل ايه يعني مع خضر؟ يا دي خضر